معلش لو هقول شوية أرقام يمكن تصدم حضراتكم. منظمة الصحة العالمية أكدت على الصفحة الرسمية ليها في أحدث إحصائياتها عن حوادث الطرق إن حوالي 1,240,000 إنسان بيموتوا كل سنة على مستوى العالم نتيجة حوادث الطرق. الأهم بقى أن الإصابات اللي بتنتج عن حوادث المرور هي أهم أسباب وفاة الشباب في الفئة العمرية من 15-29 سنة. عشان كده كتير من الدول مهتمة جدا بتعليم الإسعافات الأولية، سواء في المقررات التعليمية أو في المؤسسات أو الهيئات وحتى كمان في الشركات الخاصة. إحنا فين بقى من كل ده؟ سؤال مهم جدا محتاجين إجابة عنه، ولغاية ما يجينا رد أو إجابة أو حتى تحرك قررنا النهاردة أننا نقدم خدمة لحضراتكم يمكن تساعد في إنقاذ حياة إنسان. النهاردة مشرفنا الدكتور المعتصم بالله محمد، أستاذ التشريح بكلية طب القصر العيني ومدرب الإسعافات الأولية، عشان نتعرف منه على بعض المعلومات عن الإسعافات الأولية وإزاي نتصرف لو لا قدر الله أي حد اتعرض لحادث معين. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. والله ده أنت مشرفنا جدا يا دكتور. يا رب إحنا اللي معاك يا دكتور والله. الله يخليك. دكتور دلوقتي بنشوف مثلا بتحصل لا قدر الله حوادث في الطرق. ففي ناس بتتردد إنها تنقذ المصاب. ليه بيترددوا إنهم يقدموا المساعدة يعني؟ هو طبعا في مصر بالذات لما بتحصل حادثة في دقايق تلاقي 30-40 واحد يتجمعوا صح حوالين المصاب وكل واقف بيتفرج. ايوه يا ترى هيعيش؟ يا ترى هيموت؟ يا ترى اولاده عاملين ايه؟ انما التردد ده له اسباب كتيره، بس أيوه. الاسباب الكتيره دي ممكن ننزلها ايوه بحيث في النهايه الكل يقدر يساعد. تمام. اول سبب انهم ما يعرفوش اسعافات اوليه. الاسعافات الاوليه السكيلز بتاعتها المهارات بتاعتها مش فهلوه. أيوه. ده علم. ايوه. فالمفروض ان انا اكون عارف مهارات الاسعافات الاوليه قبل ما امد ايدي على مصاب. تمام. فده اول سبب يخلي الواحد واقف مش قادر يساعد، هخش اعمل له ايه؟ ما اعرفش. لا يعني ممكن مثلا حد يكون يمسكه ماسكه غلط فيحصل له كسر مضاعف. اقول لك اي بالظبط. يعني الكسور، يعني ايه كسر بسيط وكسر مضاعف؟ كسر بسيط يعني العظمه كسرت وبس. بس لو شفتي عظمه مكسوره الحافه بتاعت الكسر لو حطيت صباعك عليها ومشيتيه صباعي يتقطع. يبقى حافه زي الموس. والعظام مكسيه عضلات وشرايين واورده واعصاب. تخلي بقى لو العظمه اتكسرت وبس ده كسر بسيط مفيش خوف منه ان شاء الله يتعالج ويخف. انما لو العظمه المكسوره اتحركت خارج مكانها بره مكانها ايوه وقطعت لي شريان كبير او وريد كبير نزيف بيعدي النزيف متوسط كميه الدم في جسم الانسان 5 لتر. ولما الواحد بينزف القلب بيعوض، يعني نزفت نص لتر فضل لي 4.5. أيوه. القلب يعوض يستخدم 4.5 كفاءة 5. أيوه. بأنه يضرب بدل 70-100 يبقى هدور الدم أسرع. أيوه. وبالتالي يديني شغل ال4.5 يعملوا شغل 5. أيوه. ولو نزفت لتر القلب اشتغل أسرع 150. ولو نزفت لتر ونص فضلي 3.5 القلب اشتغل الماكسيمم اللي هو أعلى معدل ضربات قلب الإنسان 220 ناقص عمره. معنى كده أن كل ما بيتقدم العمر كل ما القلب بيقل كفاته. أيوة في التعويض. فتخيلي مثلا واحد ما يعرفش إسعافات أولية. أيوة. والمصاب عنده كسر بسيط يعني كان هيموت ولا حاجة. آه. والشهامة بقى إيه قال هخش أساعد. وبالصدفة مسك إيده المكسورة أنت حاسس بحاجة أما حركها قطع له شريان كبير نزف لتر ونص مات. هي دخلت عزرائيل مش دخلت مسعف. يعني كان الافضل اسيبه اتصل بالاسعاف بالظبط انما ما مدش ايدي عليه. بس هو ما هو بعد اذن حضرتك ساعات الاسعاف بتتاخر مش ساعات الحقيقه كتير. هو في دراسه اتعملت على فكره ليت في الاخر كده لو بصيتي هتلاقي كم عربات الاسعاف اللي في مصر زاد جدا. العربات اللي الفوكس فاجن أيوه. الحمراء والخضراء البرتقاني والخضراء وعملوا دراسه على وقت التلبية. التلبية يعني لما تتصل بالإسعاف إمتى الإسعاف تلبي. أنا هقول رقم بس صدقيني ده بس متوسط 15 دقيقة. يعني ممكن الإسعاف توصل مكان الحادث
في ربع ساعة بس على فكرة ممكن تبقى خمس دقايق ممكن تبقى نص ساعة. أنا مع حضرتك بس هو ممكن زحمة المرور بالظبط حضرتك هي اللي تعطلها. وبعدين احنا ما عندناش ثقافة ان احنا العربيات اللي ماشية نركن عشان نفوت نركن عشان نعدي. أنا كنت اقترحت مرة ايوه الإسعاف النهري النهري زي التاكسي النهري اللي بالزبط. هو بالظبط اللي هي في مراكب إسعاف. لو بصيتي المستشفيات الكبيرة في مصر معظمها على النيل. ايوه القصر العيني على النيل، القوات المسلحة على النيل، المعادي العسكري على النيل، ناصر على النيل. ايوه صح. والنيل ما فيهوش معوقات بقى المرور ولا اي حاجه طبعا، زائد انه البوت المركب ممكن يبقى حجمه كبير. ايوه فانا ممكن احط فيها حجره اسعاف مصغره بحيث ان انا لو حبيت اجري جراحه صغيره بسرعه وانا دكتور يبقى في الطريق طبعا لازم يكون موجود دكتور، او اعمل غرفه رعايه مركزه صغيره يبقى فيها جهاز تنفس صناعي، جهاز تدليك القلب. طبعا المشروع ده جميل جدا يا دكتور. جميل اظن على ما اظن بس انا مش متاكد انه اوريدي تنفذ 3 بوتس في 3 مراكب اسعاف في اسوان انما لسه ما اتعممتش. هي لو اتعممت هتبقى ممتازه، هتسعفنا ممتازه، هتسعفنا يعني بجد. كل مستشفى يتعمل لها مخرج او مدخل طبعًا على النيل طبعًا. فهيبقى سهل هنلغي يعني. تماما الزحمه، والزحمه طبعًا. دي على فكره ملهاش حل. لا ملهاش حل، ملهاش والله مليها حل. ملهاش حل يعني احنا عندنا عند الدائري حضرتك لما عربيه تتقلب ولا حاجه اقعد بقى ساعتين. بالظبط ده زي برضك الاسعاف الطائر، بس الاسعاف الطائر بالطيران اظن برضك انه لازم يكون تحت سيطره القوات المسلحه. استخدام طائرات الهليكوبتر في الاسعاف بيبقى تابع للقوات المسلحه. بصراحه انا شايفه ان القوات المسلحه بتعمل طبعا جهد مضاعف، بس المفروض زياده عدد طائرات الاسعاف شويه لانه طائرات الاسعاف دي ممكن تنقص حياه انسان. ايوه فهو واضح انه بس في حاجه مهمه انه وقت حدوث الحادث معايا لغايه الاتصال بالاسعاف وبعدين وقت التلبيه كل ده وقت ميت. اكيد. ليه؟ المصاب لوحده لا معاه دكتور ولا معاه ممرض، دي اسمها الفتره الحرجه في حياه الاصابه. طب ترتيب اولويات الاسعاف الاوليه ايه يا دكتور؟ هو المفروض يعني مثلا هو المفروض زي ما بقول لحضرتك ان الفتره الحرجه دي مش موجود حوالين المصاب غير الكوميونتي الناس العادي بالظبط، حد ما عندوش درايه. انا بقول ناس عادي بالنسبه لي العادي هو بالنسبه للحوادث هو اللي مش طبيب، هو اللي مش ممرض، هو اللي مش مصرف. مظبوط. انما هو ممكن يكون ممتاز مهندس بس مش فاهم، وانا بالنسبه له انسان عادي في الهندسه. ايوه. انما الفتره الحرجه دي ممكن انسان يموت فيها. اكيد. طب مين ايه المتاح يساعد المصاب؟ الناس العاديين. عشان كده لازم الناس العاديين يكونوا واخدين اسعافات اوليه، يعني كل بيت كمان يا ريت. احنا طبعا بنفتقد لحاجه اسمها التيم ورك. لو في اكتر من واحد عارف اسعافات اوليه هيساعدوا بعض، اللي يغلط يصلح له، اللي ينسى يفكره. فعشان كده انا بقول لحضرتك ان اول سبب يخلي واحد يتردد مصاب انه ما عرفش اسعافات اوليه، بس ليها حل. ياخد الدوره. وتاني حاجه بيخاف انه لما يلمس المصاب ياخد مرض خطير. طب هقول لحضرتك، لو واحد نفسه واقف هل انا ماشي طول الوقت معاه جهاز تنفس صناعي؟ لا طبعا. معايا بق. يا سلام. امال ايه؟ احط انا عايز ادخل هواء في الرئه بتاع المصاب اللي هي اللايف كيس دي، اللي هي كيس اوف لايف او ماوث تو ماوث بريذنج، التنفس من بق لبق. احط بقي على بق المصاب وانفخ، فدخله هواء زي ما بننفخ بالونه مثلا. بالظبط. ده بعض ده هواء الزفير، ده كله ثاني اكسيد الكربون. ايوه فعلا. الكلام ده مش صح. لان الهواء الجوي فيه 20% اكسجين. ايوه. انا لما بتنفسه باخد 5 بس، يبقى هواء الزفير فيه 15، مش يكفي مصاب، يكفي 3 مصابين. واخد بالك؟ بس انا ممكن بعد ما اعمل قبله الحياه دي اهي اخد سل التهاب كبد وبائي. ما احنا مش عارفين التهاب هو سحائي. ايوه صح. ولو المصاب بينزف ممكن اخد التهاب كبد وبائي بي او سي او ايدز، فدي حاجه تخلي الواحد يتردد. لا انا مش هساعد، انا مش مستعد اتعذب عشان انقذ مصاب، بس ليها حل. إيه؟ شنطه الاسعاف بيبقى فيها الجوانتي الجراحي، اول ما الاقي مصاب البس الجوانتي الجراحي ده، عازل يحميني من ملامسه اي شيء، الجلد، البول، الدم، اي سوائل من المصاب. تمام. وبعدين في انا جايب معايا الماسك ده اسمه بوكيت ماسك، ده متطبق عشان ما ياخدش حيز جامد، وده ممكن اعمل له اسمبلنج اهو بقى ماسك محترم.
وبدل ما احط بقي على بق المصاب احط الماسك. وحتى في سهم هنا بيقول على المناخير يشاور نوز، يبقى مش هغلب بقى احطه كده القهوة. وعليه صمام عدم الرجوع، يعني انفخ كده الهواء بتاعي يوصل له بس مش هاخد بس الهواء بتاعه ما يرجعليش. يبقى انا طب ده جميل جدا. لا ده في حاجه كمان اكتر. لو انا المسعف وعندي سل، انا اللي داخل اسعف وعندي سل، كل نفس بديه مصاب خد سل خد سل. فعملوا الرابر باج، عارفه البالونه المطاط؟ ايوه. فبقت ماسك فالف اند باج، ده من غير ما يتنفس هو فيها، مجرد زي بتاعه الضغط كده. كده انا بضمن لا انا تعيدي. ده جميل. ولا المصاب يتعيد. يعني المفروض انه الحاجات دي تتعمم في كل العربيات على فكره. شنطه الاسعاف موجوده في العربيات دلوقتي، دي اكذوبه ما فيهاش حاجه. حته شاشه على ازازه ميكروكروم، يعني سلمني على المترو اي حاجه. انما لازم صح تكون شنطه اسعاف معده ومجهزه تمام. يعني حتى لو مش عارف يستخدمها، وحتى لو ما خدش هيلاقي حد جنبه يستخدمها مثلا او بتاع. يعني المفروض حتى لو العربيات ما جاتش بالشنط الاسعاف اللي هي المجهزه زي ما حضرتك بتقول، احنا نشتري الحاجات دي ونحطها في شنطه مثلا. هو في المفروض الصراحه لازم تبقى عربيات فيها شنط مجهزه. لازم ده اجباري بره كده. لانه على فكره الثانيه تفرق في حياه مصاب. ايوه. في سبب كبير قوي بيخلي الناس ما يساعدوش. أيوه. المسؤوليه لايبيليتي. ايوه. ان انا ساعد مصاب ويقول هو اللي موته، ان انا ساعد مصاب يقول هو اللي كسره. يا فندم ده الواحد بيخاف ينقل اي حد مصاب بعربيته، بيفضل جنبه لو مات يقول لك مين اللي جابه هو. استنى بقى نحقق معاك. فعشان بقى وشغلانه. فعشان كده الناس بصراحه يعني الحقيقه بره اما بياخد دوره اسعافات اوليه مثلا في اوروبا او في امريكا، وهنا في الهلال الاحمر بياخد شهاده. فالافضل لما الواحد يلاقي حادثه يطلع الشهاده ويقول للناس انا مؤهل ان انا اساعد المصاب، فالناس هيدي له ثقه طبعا. وتاني حاجه ياخد الاذن من المصاب، لو سمحت انا مؤهل ممكن اساعدك. ايوه. طب ممكن اي بني ادم يتدرب على الاسعافات الاوليه؟ لان كل المهارات بتاعت الاسعافات الاوليه بسيطه جدا. ايوه. مش لازم يتعلمها دكتور، مش لازم ممرض، مش لازم مسعف. دي في منتهى البساطه، في منتهى البساطة أي إنسان يقدر يتعلمها مهما كان مستواه العلمي أو الثقافي، ممكن يتعلم إسعافات أولية بس يتدرب عليها عملي. زي مثلا في البيوت حضرتك، في بيوت كتير دلوقتي لازم يبقى في واحد في العيلة بيعرف يدي حقن. ممكن، لأن دي مهمة برضو، إنه عشان ما نزلش واروح واجي. مش حقن بس، أصل حقن مش إمرجنسي، مش يعني ممكن يستنى ممرضه تيجي تديله الحقنه او ينزل الصيدليه ياخد الحقنه. انما لازم نتعلم ازاي الاسعافات الاوليه. عندنا تو ليفلز، ايوه، مستويين. مستوى اول اللي هو بسيط، ازاي تتعاملي مع الكسر، الخلع، الجزع، ازاي تتعاملي مع النزيف، نزيف من الانف، نزيف خارجي، سكينه او ازازه مرشوقه، نزيف داخلي، ازاي تتعاملي مع الحروق. ايوه، درجه اولى، درجه ثانيه. أيوة. درجه ثالثه، ازاي تتعاملي مع الهارت اتاك، ازمه قلبيه طبعا. كل دي حاجات بسيطه. ليه؟ لانها لا تؤدي الوفاه في دقائق. طب يا دكتور ايه راي حضرتك لو اتعممت الحكايه دي في الجامعات مثلا في اخر سنه، يتعلموها الطلبه وياخدوا بيها شهاده بكده؟ هقول لحضرتك مفاجاه بقى اكتر من كده. يا ريت. في المدارس الاجنبيه انا شفتها، في مدرسه اجنبيه في المعادي. ايوه. الاسعافات الاوليه جزء من مقرر الأولى الثانوية. كل طالب بياخد الثانوية العامة معاه شهادة إسعافات. ولا وإيه؟ ومش بيدوله شهادة بس في التدريب. في الصيف المدارس بتبقى مجهزة بملاعب وحمامات سباحة. ففي الصيف بيشغل الطلبة لايف جاردز، يعني حارس حمام. أيوه، اللي هو في السمر تايم ده اللي بيعملوه. بالظبط، عشان يقدر حد يطبق. وقع، حد اتعور، حد حاجة. أو واخدة بال حضرتك؟ ده الليفل الأولاني اللي هو الكسر، الخلع، الجزع. سهل. انا ممكن اقعد افكر ربع ساعه اساعده ازاي، مش هيموت مني المصاب. انما الليفل الثاني اللي هو الهاي ليفل بتاع بروفيشنال، لو لقيتي واحد نفسه واقف، على فكره ده لو ما وصلش اكسجين للمخ يموت في دقائق، في 5 دقائق بالظبط، 5 ل 8 دقائق، بتختلف حسب الانسان نفسه، رياضي ولا غير رياضي، اللايف ستايل بتاعه. يعني الرياضي يعيش اكتر من غير اكسجين، لانه اتعلم اقتصاديات استخدام الاكسجين في جسمه.
واحد قلبه وقف واحد شرق وتسدت ممرات الهواء مفيش هواء داخل لو ما تصرفتش خلال الدقائق دي الراجل ده انتهى واخد بال حضرتك طب دكتور بعد اذن حضرتك احنا عندنا مثلا الاطفال الصغيرين لما بيشرقوا طبب لهم كده على ده الكبار مش الصغيرين والكبار بس على الاقل الاطفال الصغيرين مبلوعه هقول لحضرتك حاجه هي بمناسبه ان احنا عندنا هو طبعا التدريب على الاسعافات الاوليه عشان اعلم الناس مهارات جديده والغي حاجات خاطئه بيطبقوها من زمان ايوه واخد بال حضرتك يعني واحد يشرق يقول لك هات له كوبايه ميه ده شرقان شرقان يعني في جسم غريب دخل في ممرات الهواء طب هتشرب الميه تدخلها في ممرات الهواء هيبقلل بقى ويغرق يبقى لا والله غلط امال يعمل ايه ما جسم غريب دخل في ممرات الهواء طب اشرب ميه ليه انا عايز اطلعه ممرات الهواء يعني الحنجره والقصبه الهوائيه هشرب ميه تنزل مريء ما ايست لها اي علاقه بالشرقان طب امال ايه او يقول لك اضربه على ظهره طب انفخ طب يعملوا ايه يا دكتور هي الحقيقه تخلي دي بساطة جدا انت زي ما قلتي انا لو خبطت على ظهره الجسم الغريب الحنجره هينزل هيسد اكتر لا انا عايزه يطلع طب اعمل ايه اقوم لو هو بيكح ما المسوش انما اقول له كح اشجعه انه يكح عشان تطلع عشان إيه؟ تطلع لان اللي عنده ده عنده انسداد جزئي في ممرات الهواء وبرضك بيبانك يعني بيبقى عنده فزع الموت اكيد فاللي عنده فزع الموت ده ممكن يستسلم انا بموت انا موت انما لو وقفت جنبه تقول له كح كح هيعرف انه لسه حي وكح انما لو انسد انسداد كامل انسداد كامل مش قادر يساعد نفسه يبقى انا كمسعف لازم اتدخل تمام عارفه البالونه لما تجيبي بالونه وتنفخيها تحطي فله لو اتكيتي على البالونه مره واحده مش الفله تطير لفوق وهو المطلوب انا عايز الجسم غريب يطلع لفوق والبالونه هي الرئتين ايوه صح خلاص انا هقف وراه طبعا اي واحد بانيكينج فعنده فزع الموت ما قربش من وشه يعني لو واحد بيغرق ما جيش في وشه ده تغرق هيمسكني مش هعرف الفص منه ويقول لك بعد نص ساعه طلعنا جثتين حاضنين بعض انما اي واحد بانيكينج لازم من وراه عشان ما تملكنيش فانا هاجي من وراه المفروض اضغط على الرئتين فبقى من وراه واقف من وراه واضم ايدي واضغط على صدره جامد فالضغطه دي بتضغط على الرئتين فيزيد ضغط الهواء فالهواء ملوش مخرج غير فوق فينطر الجسم الغريب من الحنجره للزور اول ما الجسم الغريب يوصل للزور كرد فعل هكح وتف خلاص بس احنا غيرناها شويه على فكره لان كده بضغط على الضلوع والضلوع ناشفه ممكن اتعب انا بستخدم عضلاتي فغيرناها بقينا نضغط على البطن فوق الـ الحجاب الحاجز بضغط لفوق على الحجاب الحاجز بدور على السره وصباعين فوقيها واحط ايدي واضغط بمنتهى القوه بس لفوق هي ضغط على الحجاب الحاجز على الرئتين هنا الضغط اسهل لان بضغط على لحم مش عظم طب لكن احنا ما عندناش مراكز متخصصه للاسعافات الاوليه لا عندنا الهلال الاحمر بس طيب بس الهلال الاحمر وبيدي كورسات وبيدي تدريبات وبيدي شهادات لا انا قصدي انها تتعمم الحكايه يعني التعميم لازم يكون على مستوى المستوى اللي تقدر تعممي فيه واحد المدارس والجامعات ايوه اثنين الشركات تمام والمصانع بالظبط المصانع دي مهمه يا دكتور لان بيحصل فيها حالات حروق مثلا او حالات كسر او حاجات مثلا ايده تخش في مكنه طبعا هو يعني بيتعامل مع حاجات مره من المرات كان في بير غاز اظن في البحر الابيض المتوسط وحصل فيه ولع يعني ايوه فكان طبعا مهندسي البترول في العالم لازم يبقوا سيرتيفايد معاهم شهاده اسعافات طبعا لازم عشان يقدر يلحق زميله ايوه او زميله يلحقه هو لو هو في الاصابه والحقيقه لما البير ده حصل فيه مشاكل ما كانش فيه واحد ولا واحد سيرتيفايد او معاه شهاده وحصلت حروق واصابات البير اتوقف على فكره لغايه لما كل الافراد اللي في الموقع خدوا الدوره التدريبيه دي طب دكتور بعد اذن حياتك عشان احنا تقريبا وقتنا معقول والله الوقت السعيد بيخلص بسرعه يا رب لا الكلام المهم يا دكتور اللي انت بتقوله وبتقوله حضرتك ببساطه يعني لو ام مثلا ودي بتحصل كتير حاجه مثلا زيت الدلع على رجل حد بتاع في البيت ايه الحاجه الاولانيه اللي تعملها الحاجه اللي هم
يقولوا اللي هم يقولوا ما تعملهاش. الناس كلها يقول ما تعملهاش. اللي هي لو بيبي اتحرق ولا حاجه، اول حاجه تفتح الحنفيه وتحطه تحت. تقول لك لا ما تقربش الميه. ما تقربش الميه منه. لا انا لازم، هو الحرق يعني ارتفاع درجه حراره، عشان امنع الاثار السيئه للحرق يبقى اخفض الحراره. التخفيض بماء جاري، واخد بال حضرتك؟ يعني مثلا انا دخلت المدرسه الاجنبيه دي في معمل الكيمياء، لقيت ان كل بنش في معمل الكيمياء فوقيه دش. يعني حتى لو كانت الحرائق دي من اي حاجه، زيت، الا اذا كانت ماده تتفاعل مع الماء، زي مثلا الاحماض المركزه لو حطيت عليها ميه بتفرقع. لا دي في المعامل، الصوديوم. لكن في البيوت، زيت، ميه سخنه، حرق نار بتاع، على طول افتح الميه وحط ايدك تحتيها، ده هيبرد الحرق. ما دام بردت، مشكله الحريق درجه الحراره العاليه. أيوه. اللي بتدمر الخلايا. ايوه خلاص، يبقى انا هخفض درجه حراره. اللي اتدمر اتدمر، بس ما يتدمرش اكتر من كده. طب انا يا دكتور مثلا يقولوا لي ايه لما اصبعك يتلسع ولا حاجه من حله او بوتاجاز او بتاع، حطه في الفريزر. فبعمل كده بتروح البقليله اللي بتطلع دي. ايه غلط؟ صح، ما انت حياتك قلت ميه. انا قلت ماء من حنفيه او دش، انما الفريزر ده لا. ها طب والله غلط على فكره. ليه بقى؟ والله غلط، والله ما بتطلعليش بقليله. لا لا، ما هو ده البقليله دي نعمه من عند ربنا. يا سلام، تخيلي البقليله دي اللي هي تجمع مائي. دي نعمه. هقول لحضرتك وبسرعه لان حاسس ان برضك الوقت ابتدى ياخدنا. ما هو الاستاذ مجدي عمال. والنبي يا استاذ مجدي ادينا بس دقيقتين. استاذ مجدي دقيقتين، الله يسترك. الله يسترك. على فكره لما بتحرق الجلد، الجلد هو خط الدفاع الاول. ايوه، اللي بيبقى جوه مليان بكتيريا وفيروسات. تمام. طب ليه ما بتخشش؟ الجلد يمنعها. طب لما تتحرق حته الجلد، يبقى خط الدفاع الاول اتلغى. ايوه، يبقى البكتيريا تخش بمنتهى السهوله. تمام. طب مين هو خط الدفاع الثاني؟ الدم، كرات الدم البيضاء. طب لو حطيت ثلج على الحته المحروقه، كل الاوعيه الدمويه بتنقبض والضيق، يبقى الدم اللي داخل الحته المحروقه هيقل، وبالتالي بقلل كرات الدم البيضاء. وبالتالي بحرمه من خط الدفاع الثاني. مش كفايه الجلد اللي هو خط الدفاع الاول فقد، بحرموش من خط الدفاع الثاني ابدا. انا يهمني الحته المحروقه، الدم اللي داخلها يزيد مش يقل. على فكره التلج بيخلي الشرايين تنقبض. طب انا هقول لك على حاجه ثانيه بس ما تزعقليش. لا انا ما في ناس بتحط معجون سنان. ايه الحريق؟ طب اقول لك خلاص يا دكتور، حقك عليا. لو النبي اقول لك حاجه، اعملي اسنانك. احنا اسفين. اعملي اسنانك مرتين ورا بعض. مرتين ورا بعض هتلاقي اللثه تهيجت، لان معجون الاسنان فيه ماده ديس انفكتنت، يعني بتزيل الانسجه، ودي بتعمل تهيج للانسجه. بقى انا واحد محروق اوريدي الانسجه بتاعته متهيجه، اقوم احط له معجون سنان اقول له ولع، ده انا كده بولعه. الصراحه اقول لحضرتك حاجه، اي واحد محروق انا حسيت بغلط يا دكتور. لا والله، لا والله العظيم. بس بص اقول لك حاجه، طب واللي بيتعور يكبسوا له الجرح ده ببن؟ دي برضك هقولها، بس اقول لك بسرعه، ما تحطيش حاجه. حاضر. الميه جاريه، شاش ماء جاري عشان ابرد. وبعدين شاش معقم. الشاش المعقم يمنع دخول البكتيريا. تمام. بس حاضر. ولا حتى مرهم حريق ولا حاجه، لاني ما اعرفش حتى المرهم اللي عندي دوت هل الصلاحيه بتاعته قائمه ولا لا. أيوة. لان المفروض لا يستخدم علاج او ادويه الا متخصص. اما حكايه البن ده يتفسه، جدتي تقول لو الواحد اتبطح يا ما حطوا لي بن. انا يا دكتور انا كنت بقع كتير. وانا اقول يا ربي القهوه اللي شربتها بره خفيفه ليه. بس على فكره انت مش هتقدري تحكي من كده، لان انت مع ابو حفيظه قعدت ربع ساعه تتحكي. ما انا لما بيجي لي الكريزه يعني. على فكره هو الدم لما يلامس سطح خشن يبدا في التجلط. فانا لما بجلس الجرح بن ذرات خشنه، ايوه هيتجلط فيسد الجرح خلاص او ثانيه. ما انا شفت المشاوره قلت المشاوره خلينا في الدكتور. انا بفهم بسرعه برضك. فلا، طب تضمني ان البن ده نظيف؟ هي الفكره العلميه صح. ان انا احط حاجه خشنه في الجرح، فالدم يجلط، فيقف نظيف بالظبط. ايوه بس بعد بكره بقى خراج. لا ما انا هنزل بقى اروح للدكتور. طب وليه انا ادخل بكتيريا اوريدي في الجرح؟ طب ما احط حته شاش معقم. ده احنا فاهمين على فكره حاجات كتير غلط. ما بقول لحضرتك زي الضرب على الظهر،
على فكره انا ممكن اضرب على الظهر لو واحد شرقان بشرط اخليه يوطي. فاكره البيبي لما بيتولد؟ ايوه. انا معايا بيبي هنا لما بيتولد بيبقى صدره مليان سائل. ايوه. بيقلبوه على وشه كده. بيقلبوا كده وشه. عشان كل السوائل اللي في القصب تنزل. فانا ممكن اطلع جسم غريب لو قدرت اقلب المصاب. وفعلا لو وقفتي وراه وخليتيه يتني كده وضربتي على ظهره هينزل. ففي حاجات كتير قوي بتتقال غلط واحنا لازم نصححها ازاي؟ على فكره انا اخر حاجه هقولها فضل. احنا كنا زمان لما كنا تلامذه في المدرسه كنا بناخد حصص علوم وصحه. ايوه. دلوقتي ما بقاش فيه غير حصص علوم. واتلغت الصحه تماما. عايزين نرجع الصحه. طبعا ده لازم تبقى ده في حصص صحه لوحدها. ازاي تقعد ازاي تذاكر. كان في كتاب الاستاذ مجدي المخرج بيقول لي كان في كتاب مكتوب عليه الاسعافات الاولانيه. بتتسلم مع الكتب الاسعافات الاوليه. الكتاب لوحده مش كفايه. لازم تدريب عملي. لازم واحد طبعًا. يشرح وتدريب عملي. وعلى فكره لازم الاسعافات الاوليه تنتشر. تاني حاجه لازم شنط الاسعاف المجهزه تبقى مجهزه. احنا بنغسل راسنا في الرمل. الشنطه بلاستيك وفيها شاشه معايا خد الرخصه. احنا بنضحك على بعض صح؟ والله دكتور حضرتك هترفدني تقريبا. اللي مش في ايدي انا خايف انا اللي اترفد. لا 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 بس انا عديت السنة القانونية. لا يا فندم انت يعني والله العظيم شرفتنا وانستنا وفهمتنا حاجات كده من خلال برنامجك. عيني ان انت تطلبي حاضر. من وزارة التعليم من المصانع لازم. انت عارفة ان في بره ناس ما يشتغلوش الا لو معاهم شهاده اسعافات اوليه. طيب يا ريت ده يتعمل. اي مدرب في الجيم بالظبط. ده مهم جدا. لو معهوش شهاده اسعاف ما يشتغلش. ما يشتغلش. دكتور انا بشكر حضرتك جدا 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 ومش عايز اسيب حضرتك والله. كنت قلت اكتر يعني. يا رب يخليك بس لينا مقابله ثانيه. في الساعه كام؟ قصدي ربنا يكرمك يا دكتور ويسعد حالك يا رب. الله لا يا فندم من غير الضحك ما نعرفش نعيش على فكره. انا بدرس في الجامعه كده والله. عشان بدرس ماده التشريح فهي ماده خاصيه ما كنتش اخلطها بشويه بس افري ناو اند ذن. ايوه مش على طول يعني. طبعا بس يعني ترطيب بالظبط. شكرا يا دكتور. الله يخليك. شكرا الله جدا. ودلوقتي بقى مش عارفه اروح فين.